السخن سخن في المواضيع المهمة. النهاردة حصل لقطة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صحينا الصبح لقينا بيان النادي الأهلي بيقول للزمالك صباح الخير، أهلا وسهلا بيكم، احنا مستعدين نلبي الدعوة. الكابتن محمود الخطيب عايز يجي نادي الزمالك تلبية للدعوة اللي كان أرسلها نادي الزمالك، أهو قدام حضرتك على الشاشة. قال لك يقوم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب غدا الاثنين بزيارة نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وكلام عظيم جدا جدا جدا، وقف عند آخر سطرين قال لك: كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية. الأهلي أشار في بيانه أيضا إلى أنه اللي عطله عن تلبية هذه الدعوة كان مرض العزيز الغالي الله يرحمه ويغفر له السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتالي هو يلبي هذه الدعوة. ثم كانت ردة الفعل المميزة أيضا، واحد حاسس أنه مواضيع ده الحلوة يا جماعة، ما ده الطبيعي يا أخوانا، ما هي كده ولا مش مكانها يعني، هي كده والمفروض أن تفضل طول عمرها كده. فنادي الزمالك قال كالتالي في البيان اللي قدام حضرتك على الشاشه، قال لك: بنثمن جدا ويثمن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب اعلان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوه لزياره مقر النادي بميت عقبه بكره في اطار توطيد العلاقات بين قطبي الكره المصريه والتي ترسخت اواصرها على مر السنين. شوف بقى الاخر كام سطر برضه حلوين تقف قدامهم، قال لك ان العهد الدائم بالنادي منذ تاسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضيه والتنافس الشريف مع الجميع. فاكر ده الزمالك يا جماعه، ده الزمالك يا جماعه، بالمناسبه ده الزمالك اللي مكتوب في البيان ده صاحب نسبه 100%. وقال لك: ونبذ التعصب في اطار الحرص الكامل على الروابط الاخويه بين اطراف المنظومه الرياضيه وجهود الدوله التي تهدف الى المزيد من التكاتف لرفعه المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبه.